السلام عليكم، انا بربعة وزبيده مريضه بالسرطان. انا فاش اكتشفتك خدامه وفاش بقيت كنفشل بزاف، ما بقيتش كناكل، ما بقيتش، وانايا فيا لا دياري بزاف. فاش مشيت عند الطبيب قلت له ديرا فيا لا دياري بزاف داكشي، قال لي غنضرب لك ابره ونعطيك الكنينه، واحد الكنينه تاع الاسهال ونشوفه. فاش ضرب لي ديك الابره وعطاني الكنينه مدة 4 ايام ما دارت لي والو. فاش رجعت عنده قال لي انا ما نقدرش نزيد لك شي ابره وما نقدرش نعطيك كنينة اخرى. هذيك هي قال لي خصك ديري الانبوب باش تشوفي المسار نتاعك شنو فيه. ايوا فاش مشيت سولت شحال يدير الانبوب قالوا لي 130,000. ما قديتش انايا، جاني الثمن غالي. صافي حبست، مبقيت كنقد نمشي نخدم. هذيك اللي كتخدم انا قالت لي انت ما بقيتيش تقدي تخدمي، راك فشلانه بزاف، دايما نكملوا وانا نبقى التالي. هذيك يا ريت من الخدمه بقيت جالسه في الدار زي في تكملت عاد. فاش جات اختي لقاتني هكا كمله قالت لي مالك، قلت لها عيانه، قالت لي يلا نفوج عليك. قلت لها شنو كاينه شنو كاين، حكيت لها. هضرت مع واحد خويا قالت له زبيده ها شنو، راه مريضه وما عندهاش فاش تفوت. قال لها ديها تفوت، وشحال ما قال لكم نصيفط لك خلص عليها، كتر خير وخلف عليكم حتى نتوما ان شاء الله يسهل عليكم الله. هذيك هي مشيت درت الانبوب. فاش درت الانبوب قالوا لي، قالوا لاختي اللي فيها السرطان صيفطوني للمزواريه. انا تصدمت من قالوا لي راه فيك السرطان، عارفه راسي مالين السرطان ما كي يخدموا معي. الحالة ديالي زايده وتزيد، كان ها كنت حسبت غير المسهر درت العمليه غادي نريح. صارت المره فاش مشيت درت لي ريمو والراديو قال لي راكي عاد مطوله معنا، راه الكف ضارب لك الكلاوي وضارب لك الكرش الصغير. واش قالوا لك خصك تحاليل ولا شنو؟ وقالوا لي خصك التحاليل ديريهم، درتهم اليوم تحاليل. وليريم كيعطيونا ليريم بحال لي بعاد شويه في المستشفى الجامعي، كيعطيونا مواعيد بعيده بحال الحريق وداك الشيء، ما تقدرش تصبر حتى يوصل الوقت تاع نعطيك شي دواء الحريق ولا شي حاجه. لا في الاول اللي كنت كنشرب الدواء، اليوم مابقاوش يعطوني الدواء. دوك كيجيك الحريق؟ ايوا كيجيني حريق ضروري، حريق بزاف. انا طلب المحسنين واللي كيشوفوا فيا، والقلوب الرحيمة ترحب ليا شوية مصاريف العلاج، حتى الماكلة ناقصة، فيتامينات ناقصين، شادي نقول لكم انا وسائل النقل عاوتاني، انا عاوتاني يجيوني واعرين على حساب ما عنديش باش نركب. عندي بعض المرات 3 ايام نمشي ونجي ما عنديش باش نركب، كنبقى بعض المرات كنحرك الطوبيس باش تقدر كنمشي على رجليا، كنمشي من الصبح ما كنجيش حتى يفوت المغرب، مشي قطعت عاد كنوصل للدار. عندي وليداتي وعندي الكبير مرض لي بالكتف، كيطيح له كيزلق يطيح له كيبقى ما يقدش يهز بيه حتى حتى انا كاع. وعندي الولد الاخر حارق لي راه في فرنسا، راه غير مرمي تما مسكين، ما عندوش حتى التليفون باش يهضر معايا، ما عندوش كي غير الدراري هكا صحابو كيعطيوه خطره خطره كيهضر معايا يقول لي ما راني لاباس، واخا هكا كما معليش راني لاباس. وانا ما قلتلوش بلي راني مريضه كاع، ما قديتش خبر بلي راه ما قديتش نقول له راني مريضه، لان الا قلت له راني مريضه ما عرفتش واش يصرى فيه كاع. وعندي البنت مزوجه عندها جوج وليدات صغار، هي اللي راه رافداني. وعندي واحد الوليد صغير ربيته ملي كان عنده 4 ايام، دابا راه عنده 13 كيقرا في 7. هو حتى هو انا ملي كنت بصحتي كنت كنخدم نصرف عليهم كنكسيهم، كان دابا اللي عطاوه هنا يجوا هاد الله كنعطيه، واخا كسوة مقطعة كنرقعها ويلبسوها، واش غادي دير؟ لابد من الصبر وصافي. زوج ديالي ما كيشوفش، كاين جالس غير في الدار وحداكم تشوف كلشي، مسكين حتى هو راه من كان بصحتو كنخدم ما مخلينا محتاجين حتى لشي حاجة.
ايوا فاش تحمر دراه لا غال هو مبقاش يشوف لا البنتوره كان يبتر ضراته في العينين هي سبب والمعده كنا نجريو في السبيطار ما كان والو راك عارف السبيطار تاع الحكومه باطل ما عندها علاج